ننتقل الآن لمتابعة تداعيات فيروس كورونا لإحدى الدول الأوروبية وهي دولة إسبانيا. تنضم إلي في هذه الفقرة الزميلة شيماء بكر تحديدا من العاصمة الإسبانية مدريد. شيماء، في البداية برحب بك. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 244,683. قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في إسبانيا بلغ 27,136، بينما تعافى 150,376 شخصا. للمزيد من المتابعات تنضم إلينا الزميلة شيماء بكر لتطلعنا على مزيد من التفاصيل. شيماء، برحب بك ومستجدات الأوضاع لديك في إسبانيا، تفضلي. تحياتي لك ندى وتحياتي للسادة المشاهدين. بالطبع يعني كما أشرتي بنسبة حالات الإصابة في إسبانيا وتحديدا خلال 24 ساعة الماضية من 143 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة في إسبانيا إلى 245,268 حالة. ولكن يعني أعلنت وزارة الصحة اليوم حالات الوفاة الجديدة بعد تجميدها لمدة تقريبا 12 يوما ماضية. لم تكن هناك أي تحديثات لحالات الوفاة في إسبانيا، يعني توقفت عند رقم 27,136 حالة وفاة، ولكن اليوم أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأعداد الجديدة من حالات الوفاة لتصل حالات الوفاة في إسبانيا إلى 28,133 حالة. هذه يعني البيانات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة طبعا، وهي تشير إلى ارتفاع حالات الوفاة في إسبانيا 12 يوما بزيادة 1177 حالة وفاة. يعني كانت هناك إسبانيا يعني كانت تسجل حالات الوفاة بحالة واحدة أو حالتين على الأكثر، وظلت لمدة 4 أيام تقريبا لم تسجل أي حالات وفاة خلال الأسبوعين الماضيين. ولكن مع يعني تجميد هذه البيانات وإعلان وزارة الصحة اليوم، أظهرت أن هناك زيادة في عدد حالات الوفاة من ضمن هذه الأخبار التي وردت إلى وزارة الصحة في إقليم كاتالونيا، أن هناك بعض مساكن كبار السن الذين يعني اكتشفوا فيها 43 حالة وفاة جديدة من كبار السن متأثرين بفيروس كورونا. يعني أعلنت وزارة الصحة اليوم أيضا وزير الصحة سلفادور إيا أنه هذه البيانات تم تأخيرها أو تجميدها من وزارة الصحة لتكون هناك وحدة جديدة للحسابات الوفيات، حتى تكون هناك يعني بمثابة تحديث يعني جيد ومؤشر يعني يثق فيه المواطنون خلال الفترة الماضية من تذبذب حالات الوفاة من عدم صحتها أو الخطأ فيها. يعني حالات الوفاة أعتقد أنه أيضا مع تجميدها أن إسبانيا تريد أن تعود الحياة الاقتصادية فيها مرة أخرى، تخوفا ايضا يعني من ان تكون زياده هذه حالات الوفاه يعني تكون مصدر قلق للسائحين بعدما اعلنت اسبانيا يعني عن عوده قطاع السياحه. يبدو شيماء ان الوضع في اسبانيا نوعا ما مستقر. اذا لو تحدثينا اكثر، هل تمت الغاء حاله الطوارئ التي كانت مفروضه في اسبانيا؟ وماذا عن اجراءات الفتح بالطبع، خطه استقبال السائحين في الفتره المقبله؟ بالفعل ندى، يعني الأسبوع المقبل أو يشهد يوم الأحد المقبل هو نهاية حالة الطوارئ في إسبانيا بعدما أعلنته في 14 من شهر مارس مع بداية انتشار فيروس كورونا. يوم الأحد المقبل ستكون هو نهاية حالة الطوارئ في إسبانيا، وتحديدا سيكون هناك تطبيق مع نهاية حالة الطوارئ، سيكون هناك تطبيق لقانون الوضع الطبيعي الجديد، وهو القانون الذي يعني حاولت الحكومة الإسبانية بالحيال من التفشي فيروس كورونا مرة أخرى مع انتهاء حالة الطوارئ. هذا القانون يوحي بأنه ستكون هناك بعض الإجراءات
الإجراءات الملزمة للمواطنين جميعا بارتداء الكمامة التزاما إجباريا في الأماكن المغلقة والأماكن العامة ما إذا كانت هناك مسافات آمنة بين المواطنين، أيضا الحفاظ على المسافة الآمنة بين المواطنين بمتر أو متر ونصف إلى مترين، أيضا ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على استخدام الإجراءات الاحترازية للمواطنين، وإلا سيتعرض للغرامة المالية 100 يورو، وسيكون هناك يعني انتشار من قوات الشرطة وقوات الجيش للحفاظ على التزام المواطنين بهذه الإجراءات. أما بالنسبة لقطاع السياحة هناك، تفضلي. نعم، أما بالنسبة لقطاع السياحة كانت هناك خطة محكمة من الحكومة الإسبانية لعودة قطاع السياحة، التي أعلنت أنه ستكون هناك فتح ل يعني حدودها البرية والجوية مع الاتحاد الأوروبي بدءا من يوم الاثنين المقبل. أما البرتغال سيكون هناك فتح لحدودها معها في الأول من شهر يوليو مع احتفالية كبيرة سيحضرها الملك فيليب الثالث ملك إسبانيا ورئيس جمهورية البرتغال. أما يعني عن العودة ليوم الاثنين، أعلنت المطارات هيئة المطارات والملاحة الجوية في إسبانيا أنه ستكون هناك إجراءات مشددة لعودة السياحة مرة أخرى. ستكون هذه هي الإجراءات تشمل بعض البوابات والكاميرات الحرارية التي ستكشف تلقائيا درجات الحرارة للمسافرين أو القادمين إلى إسبانيا. أيضا الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المطار من مسافة إلى أخرى، والحفاظ على المسافة الأمان. يعني أعلنت هيئة المطارات في إسبانيا أنه ستكون هناك زيادة في أعداد الموظفين في المطارات للحفاظ على المواطنين والمسافة الأمنة بينهم. الحكومة بالأمس ندى أعلنت عن خطة محكمة لعودة السياحة. أهم هذه الخطة أنها سيتم تعبئة قطاع السياحة ب4 مليارات و250 مليون يورو للقطاع، على أن يكون هذا الدعم سريعا لعودة قطاع السياحة من خلال بعض الركائز، منها وأهمها بالطبع هو الترويج لإسبانيا على أنها كوجهة سياحية آمنة. وأعلن يعني في مؤتمر صحفي الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، قال أنه يعني على السائحين أنهم يطمئنون ويضعون في أنفسهم أنهم يأتون إلى بلد آمن وكاملا في خاليا تماما تقريبا من فيروس كورونا. طيب شيماء، تحدثتي عن خطة المطارات لاستقبال السائحين، هل تم اكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا؟ ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالة؟ اولا يعني اعلنت الحكومه الاسبانيه سيتم ان يعني هذه الحالات ان يتم علاجها طبعا بالمجان، وسيتم انتقالها الى مستشفى تم تخصيصها فقط لفيروس كورونا، وهي مستشفى اعلنت رئيسه مدريد ايزابيل دياز عن كانت بنائها منذ بدايه الازمه، وبالفعل هي في انتهائها للتطوير. هذه المستشفى هي بجانب مطار مدريد او المطار الاكبر في اسبانيا الذي يستقبل أكبر عدد من السائحين، سيتم حجز هذه الحالات بداخلها، وسيتم طبعا يعني إلغاء برنامجه السياحي على أن يتم تعويضه بعد الشفاء يعني أو تماثله الشفاء. أيضا يعني من ضمن الخطة السياحية التي أعلنتها الحكومة هو استخدام أدوات سياحية وتطوير للأدوات الترويج في إسبانيا مع دعم قطاع السياحة المستدامة ب 850 مليون يورو، أيضا إنشاء مرصد جديد للاستخبارات السياحية لتوقع المؤشرات والبيانات، ما إذا كانت هناك ندى في تطور لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وكما توقعت إسبانيا أن يكون هناك موجة ثانية لفيروس الكورونا في مع بداية الخريف المقبل. طيب شيماء، يعني أخيرا الأيام الأولى من عودة الليجا الإسبانية كيف تابعتيها؟
أول مباراة من الليجا الإسبانية كانت طبعا مشددة جدا، كانت في إقليم الأندلس، وهي يعني من أهم الأقاليم التي بها يعني تعصب كروي أو تعصب لكرة القدم. كان هناك فريقين قويين تقريبا حضر منها من الجمهور بها 30%، وكانوا جميعهم يعني مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. انتشرت 650 فردا من لتأمين هذه المباراة، لتأمين الجمهور وتأمين اللاعبين والفريق الطبي في هذه يعني في الاستاد، منهم 500 من أفراد الشرطة. يعني كانت هناك المباراة انتهت، يعني لم تكن هناك أي حالات فيروس كورونا. حتى بعد انتهاء المباراة تم الكشف بدرجات الحرارة لجميع الخارجين من الاستاد، سواء اللاعبين أو الفريق التابع لهم أو الجمهور. كانت تجربة ناجحة، وهي كانت يعني بمثابة تجربة من الحكومة بعد ذلك لتواجد الجمهور في المباريات. وبالفعل أصبح الآن يعني ريال مدريد، برشلونة، جميع الفرق الإسبانية بالفعل بدأت حياتها يعني في الليجا الإسبانية، نعم، العودة مع تواجد للملاعب. الجمهور. نعم، الزميلة شيماء بكر مراسلة اكس نيوز، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد.